من بعد إذنك أبو العباس. هذا أبو حنة من ساعة اللي شفته ما حبيته. مدري شو عامل للطرش. سكر تمك يا ولاد. أبو حنة تاجر أباً عن جد سمعته مثل المسك. طيب أبو ضاي، ممكن العلف يكون فيه شي كاينة. إيه، والعلف من عند أبو حنة. خلصنا بقى، قلنا لكم الزلمة سمعته مثل المسك. أصبح القصة بالمي أبو ضاي، المي فيها شي. شو بده يكون فيه بالمي؟ أبو ضاي المي قبل ما تجي لعنا بتمرق أراضي كتير، جائز تكون مرقة في أرض فيها عشوة مسمومة. على هالحالة كان الخيل والطرش كله نسم، وكنا سمعنا من الناس القصة. أصبح الطرش مسموم عنا هون بالمالكاني، ما في غير هيك. شو هالحكي لك حسان؟ مين هاد اللي رح يتجرأ ويسمم طرش المعلم حمزة ونحن هون بالمالكاني وفينا نفس عم يطلع وعم ينزل؟ يلا خلصنا بقى، القصة مو قصة سم، وبتسكروا لي على السيرة نهائية، ما بدي حدا يضرب اللي صار هون، علم؟ انت اللي سممت المعزل ما هيك. انت مين ولا؟ انت مين؟ ولك يا خوان الخبز والملح، ولك أمنتك على بيتي وحطيتك بين رجالي، ولك بلعت كل نادلتك القديمة ولسه جاي تخوني وتقتلني مرة تانية، ولك انت مين؟ مين ولا؟ انا المأهول يا ابو العباس، أنا اللي دماغي مع مين أجيب من ذلك؟ دم أخوك؟ مين أخوك ولا؟ أي أخي اللي قتلته وحرمته منه يا أبو العباس. إيه أخي اللي قتلته وحرمت أولاده منه. اسمع يا أبو العباس، أنا لا بعرف طلال ولا بعرف غيره. أنت زلمة قتلت أخي، وأنا سمعت بقصة طلال، سمعتك عم تقول لخالتك عنها، وقلت هي القصة الوحيدة اللي هتخليني عندك هون بالمالكانة، وهي الحجة الوحيدة اللي قلت لك وأخذ بداري. نحن جماعة فقر ومعترين أبو ضاي، لولا الفقر والعازي ما كنا رحنا عند الفرنساوي. لا والله، بس الفقر دبحنا يا أبو ضاي، وعركة من العركات جيت أنت وقتلت أخي اللي مالي غيره. ومن يومها عهد الله ما نام الليل لأخذ بتار أخي وتار أولاده. وأنا من وقت استشهد أخي أخذت عهد على نفسي إحرق الأخضر واليابس تحت كل مين بيشد على إيد الفرنساوي، وأخوك كان مع الفرنساوي، وكان لازم تعرف منيح اللي بيخون أهله وناسه القبر أحق فيه. مسيك مسيك، إذا الخنجر بيطفي نارك وبيهدي قلبك حطه بنص صدري. اسمعني منيح، نحن لما قتلنا الفرنساوي طلعنا وحطينا أرواحنا على كفنا ومشينا وقلنا يا رب. تعرف ليش؟ لأنه هاي الأرض هي عرضنا وشرفنا وكرامتنا، واللي بيبيع عرضه وشرفه وكرامته يا حسن القبر أوجب فيه. وأخوك باع الله يرحمه. نحن أولاد هالبلد ونحن أوجب ببعض، وبدنا نضل نحب بعض مثل قبل وأكتر، ولا تقول غير الله يجيرنا من الجاي، والله لا يدوقنا اللي دقناه على إيدين الفرنساوي. عم تفهم علي؟ وسيدك يا أبو ضاي تسامحني، أنا خنتك وخنت شهامتك وكرمك، وسيدك تسامحني. أنت ما خنت شي يا من الناس، سعرك بسعر رجالي بتضل عندي هون مثلك مثلون، واللي بيصير عليك بيصير علينا، والشي اللي صار بتطوي عليه نهائيا. ما بدي جنس مخلوق يعرف فيه. عم تفهم حسان؟ لا أبو ضاي، انت زلمة ذكرته معدل، وانا خايف شي يوم يرجع فيه دم اخي جواتي. مسيخ خنجرك. استور ما شفت مني يا أبو ضاي. الله معك، الله يحميك يا أبو ضاي. استغفر ليكم، على نفس القعدة من لما راحت خالتي الحسان، هو على نفس القعدة يا عمي محسن. مشان هيك قلنا ما في غيرك تعرف شو وجعه شو عيلته.
وخالتي ام حسان حلفت وقالت ما بترجع. خلص فهمت، اتركونا. شو حمزة؟ عجبك وضعك هيك؟ مطول وانت هيك؟ لتكون نسيت حالك؟ لك انت بطل، انت اللي حطيت راسك براس الحاكم العسكري. نسيت؟ اللي طلع الفرنساوي برات الشام هو ورفقاته، ما بيقعد قعدة النسوان هي اللي انت قاعدة. ولك انت ربيت بين الظلم والطين وكبرت وصار اسمك موال على لسان أهل الشام كلها. هيك؟ من أول عاصفة بتهر؟ لا لا يا أبو العباس، قوم يا بطل، قوم. داري الهوى يا صاحبي أقوى من كل المراجل والبطولات. علي الحلال أقوى. تعبت محسين، لك روحي تعبت. علي الحلال ضايع وما عم بعرف شو عم بعمل. مغروم يا أبو العباس، مغروم. قسما بالله لو كانت بنته العنتر لجيب لك يا حليلة وقعد جنبك منيح. أبو العباس هي الدار؟ هي. كاني شايف الباب مفتوح؟ اصرخ لك صوت. يا أهل الدار، يا جماعة الخير، يا جماعة، شوفت عينك أبو العباس، عيب ما بصير تفوت. أبو العباس، الله.